يلا بينا بقى يا حضرات على الصحافة العالمية والمحلية والإقليمية ونشوف زميلتنا العزيزة مريم سميح مجهزين لنا إيه من هذه المانشيتات اللافتة للأنظار. مريم المتواجدة في مقر بوابة نيوز، صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير عليك يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر بوابة نيوز. بس قبل ما نبدأ أي حاجة، يعني عايزة أبدأ كلامي وأقول لك كل سنة وأنت بألف خير يا كريم، وعقبال مليون ألف سنة إن شاء الله. طيبة، ربنا يخليكي، ميرسي، ما تحرمش منك ومن ذوقك، ربنا يخليكي. خلينا دلوقتي نتجه لأبرز العناوين الصحفية اللي هتكون معانا النهاردة على مدار جولتنا الصحفية. البداية من موقع اليوم السابع، رابطة الأندية تجتمع اليوم باتحاد الكرة لانتخاب الرئيس والنائب. تعقد طبعا رابطة الأندية أول اجتماع لها اليوم الأربعاء من أجل انتخاب المكتب التنفيذي للرابطة، ويضم رئيس الرابطة والنائب وأيضا الأعضاء، بعدما أسفر طبعا اجتماع ممثلي الأندية المشاركة في القسم الأول للدوري العام عن تزكية المرشحين الخمسة لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بعد اعتذار عضوين عن عدم الترشح. طبعا يعني أضاف التقرير أو كمان ذكر الأسامي والأعضاء الذين تم تزكيتهم، هم عامر حسين بركات، شريف صالح محمد، خالد أحمد رفعت، أحمد إحسان دياب، وعماد متعب. فيما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم طبعا ترشيح كل من اللواء صفي الدين طبعا محمود بسيوني واللواء ثروت سويلم لعضوية المكتب التنفيذي للرابطة حسب ما تقضي بها اللائحة. وأكد شريف صالح عضو رابطة الأندية المحترفة للدوري المصري أن تشكيل الرابطة الجديد الجميع مستبشر به خير كثير طبعا، والعمل لصالح الكرة المصرية. كمان أضاف أن الرابطة يعني لن تستعين بخبراء من خارج مصر نهائيا خلال الفترة المقبلة، وكمان قال أن هم لديهم الكثير من الخبرات باللجنة مثل أحمد دياب وعامر حسين وثروت سويلم، والجميع مستعد للعمل بكل جهد لصالح الكرة المصرية. من موقع الشروق، علي زين: أحاول التأقلم بسرعة مع ياد برشلونة وهدفي التتويج بالألقاب. أكد طبعا علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد ونادي برشلونة الإسباني أنه يحاول التأقلم سريعا في النادي الكتالوني، وقدم برشلونة أمس الثلاثاء بشكل رسمي طبعا صفقاته الجديدة، وطبعا كان في مقدمتهم علي زين. كمان يعني يمكن من ضمن هذه الصفقات كان ميلفن ريتشاردسون وأنجل فرنانديز. كمان يعني كان الاجتماع أو المؤتمر الصحفي بصحبة سولي مدير قسم كرة اليد بالنادي، وبدأ علي زين طبعا يعني كلامه وقال إن هو بدأ مسيرته مع برشلونة بالتتويج بلقبي كأس السوبر الأسباني وكأس السوبر كاتالونيا. وقال كمان علي زين: أحاول التأقلم بشكل سريع كمان مع برشلونة، فأنا سعيد للغاية لوجودي هنا مع هؤلاء اللاعبين العظماء، وطبعا كوني أول مصري يلعب هنا هو أمر جميل للغاية، ويسعدني أن أكون قادرا على تمثيل بلدي، لكنني سأكون أكثر فخرا إذا تمكنا من الفوز بالألقاب. من موقع الشرق الأوسط، بداية نابولي المثالية تمنحه الصدارة الإيطالية بالعلامة الكاملة. طبعا واصل نابولي بدايته المثالية باكتساح يعني على أودينيزي برباعية نظيفة في ختام المرحلة الرابعة للدوري الإيطالي لينتزع الصدارة منفردا وبالعلامة الكاملة. حقق كمان يعني النادي الجنوبي انتصاره الرابع تواليا، واستفاد فريق المدرب لوسيانو سباليتي على أكمل وجه من تعثر ميلان أمام يوفنتوس بنتيجة 1-1، وخسارة روما ضد فيرونا بنتيجة 3-2 في نهاية الأسبوع لينفرد بالصدارة. كمان رفع نابولي يعني رصيده إلى 12 نقطة متفوقا بنقطتين عن قطبي ميلانو وإنتر الذي حقق فوز كاسح طبعا بنتيجة 6-2 على بولونيا وميلان، وثلاث نقاط عن نادي العاصمة روما، فيما طبعا تجمد رصيد أودينيزي عند 7 نقاط في المركز الثامن بعد خسارة أولى للفريق الشمالي هذا الموسم مقابل فوزين وتعادل أمام يوفنتوس في المرحلة الافتتاحية.
آخر أخبارنا النهاردة من رياضية السعودية، القضاء يهدد يوفيا بعقوبات مالية. طلبة المحكمة التجارية في مدريد العاصمة الإسبانية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طبعا بإلغاء كافة الإجراءات العقوبية المفروضة بحق أندية برشلونة تحديدا وريال مدريد وكمان يوفنتوس الإيطالي على خلفية تمسكها بمشروع دوري سوبر الأوروبي، ونشر ذلك طبعا في الموقع الإلكتروني للاتحاد. كمان كان مشروع دوري السوبر يعني تقدم بطلب أمام المحكمة التي سجلت فيها الشركة التي ستطلق الدوري لمنع الاتحاد الأوروبي من إلغاء الإجراءات العقابية كمان يعني التي شرع فيها لمخالفتها قانون التجارة الحرة الأوروبي وطبعا اللي بيحضر الاحتكار. وأصدر القاضي مانويل رويز يعني حكم مساء أمس الأول طالب فيه الاتحاد الأوروبي طبعا بتنفيذ قراره خلال 5 أيام، وإلا سيواجه غرامات مالية طبعا يعني بتهمة إصدار أحكام القضاء. دي كانت أبرز العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء من داخل مقر البوابة نيوز. بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة أخرى. إحنا اللي بنشكر جزيل الشكر لزميلتنا العزيزة مريم سميح على هذه التغطية، وطبعا ميرسي جدا ليكي ولذوقك على معايدتك الحلوة، ما تحرمش منك. شكرا. هما دايما بجد المراسلين عندنا ذوق جدا وبيبقوا حريصين في كل عيد ميلاد وفي كل مناسبة. لا حقيقي بجد صحيح. شكرا ليكم جدا على هذه التغطية.